بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا شباب، أهلا بكم يا جماعة. يعني ما زلنا مع صناع الحياة، والحقيقة إحنا ما زلنا بنقول عايزين نفك في قيد مكبلنا إن إحنا ننجح، والقيد ده اسمه تحمل مسؤولية. إحنا مسؤولين عن بلادنا، مسؤولين عن أمتنا، مسؤولين عن الإسلام، مسؤولين عن الأرض كلها، وعمالين نفك القيد دون بمشروع. يلا نتدرب في المشروع ده عشان نفك القيد. والمشروع اللي احنا ماشيين فيه بقالنا اسبوعين وبنكمله في الحلقه دي الاسبوع ده، المشروع ده اسمه لا للمكيفات الخمسه. والمكيفات الخمسه قلنا السجاير، الشيشه، القات، الخمور، المخدرات. اول حلقه خدنا السجاير والشيشه، وتاني حلقه خدنا الخمور والقات، والنهارده بنتكلم عن المخدرات. وهنبتدي النهارده بالمشروع على طول. مشروع ايه؟ هنتعامل ازاي مع المخدرات؟ الحقيقة الموضوع كبير يا جماعة، والموضوع مش محتاج واحد بس هيتحرك، ده الموضوع محتاج أدوار كتيرة تشبك مع بعضها فيتحل الموضوع. ولذلك دي أول حلقة هبتديها إن أنا أقول المشروع هو. ولذلك المشروع هو بالنسبة للمخدرات. دورك إيه لو كنت قاضي؟ لو كنت قاضي، الدور اللي طالبينه منك في صناع الحياة التشدد في العقوبات، خاصة العقوبات اللي لها علاقة بالإعدام وسرعة تنفيذ الأحكام. دورك ايه لو كنت ضابط شرطة؟ عايزين منك في صناع الحياة تشارك معانا في الحملة دي في المشروع دون، تعمل ايه كضابط شرطة؟ من فضلك سرعة الاستجابة لأي بلاغ يجي من الناس. دورك ايه لو كنت محامي؟ عايزينك تشارك معانا ايها المحامي، الناس المحامين عايزينكم تشاركوا معانا في صناع الحياة في المشروع بتاع المخدرات بتاع النهاردة. ايه المطلوب منك كمحامي؟ من فضلك ما تترفعش ابدا في اي قضية فيها تجار مخدرات، حتى لو لقيت ثغرة ممكن تنقذوا منها اوعى تترفع فيها. دورك ايه لو كنت اب وام؟ اوعى تشرب سجاير او شيشة مطلقا، الولاد هيقلدوك. واتنين، خلي عندك ثقافة ازاي تكتشف اذا كان ابنك بيتعاطى مخدرات ولا لا. دورك ايه؟ شوف كل واحد بنحط له دوره، هو ده اللي احنا هنعمله في البرنامج النهارده. دورك ايه لو كنت صاحب مال او من رجال الاعمال؟ من فضلك محتاجين مراكز اعاده تاهيل للشباب اللي بيتعاطى المخدرات وبيدمن المخدرات، ساعدنا ان احنا ننشئ المراكز دي. دورك ايه لو كنت رجل الشارع العادي؟ من فضلك لو عرفت دورك معانا في صناع الحياه، لو عرفت ان في اي حد بيدي للتلاميذ، بيدي للطلبه في الجامعه، بيدي في النوادي مخدرات، بلغ عنه فورا سرعه الابلاغ. دي مسؤوليتك وتحمل مسؤوليتك معانا سواء رجل او امراه. اخر حاجه، دورك معانا ايه لو كنت شاب؟ لو كنت شاب وعايز تشتغل معانا في صناع الحياه، محتاجين في كل مدرسه وفي كل جامعه وفي كل نادي وفي كل مركز شباب 4-5 شباب يتفقوا مع بعض ويرسلونا، وعلى النت يبعتولنا ويقولولنا احنا مستعدين نشتغل معاكم في المشروع. هيعملوا ايه؟ هم دول اللي هيمنعوا، وهم دول اللي هيوعوا المدرسة والجامعة والكلية من خلال مجموعة هنسميها حماة المستقبل، وهنفتح لهم على النت مشروع خاص، وهندربهم وهنجيب لهم الدكاترة اللي يدربوهم، وهم اللي هيشيلوا المشروع بعد ما تخلص الحلقة دي ونمشي. احنا هيكملوا حماة المستقبل، شباب في كل جامعة في كل كلية هيبعتولنا وهندربهم وهنساعدهم. هو ده المشروع، وكل دي الفئات اللي هتشتغل فيه. طبعا انا كده خلصت الحلقة؟ لا، ده انا خلصت هنعمل ايه. تعالوا ندخل في التفاصيل. بس قبل ما ندخل في التفاصيل، احنا بادين مشروع بقالنا اسبوعين وعمالين نقول لا للمكيفات الخمس، وانا النهاردة بقول لكم هنحارب المخدرات وهننجح. طب وانت بتقول الكلام ده وانت متأكد كده؟ تعال احكي لكم النتائج اللي حصلت يا جماعة الاسبوعين اللي فاتوا، عشان تفرحوا، عشان يزيد الامل، عشان تزيد الثقة احنا ممكن ننجح. تعال اقول لكم، احنا الاسبوعين اللي فاتوا قلنا لا للسجاير وللشيشة وللخمور وهنحارب الموضوع، وقلنا في شريط كاسيت خدود دول كل اللي حواليكم، وقلنا في كلمة مكتوبة، رسالة الى المدخنين، ورسالة يعني توبة من الخمور والمخدرات، رسالة مكتوبة وشريط كاسيت، وقلنا في كلمة عن الشيشة. وزعوا الحاجات دي يا شباب يا ستات، وانشروها في المجتمع كله، عايزين نخلي فيه رأي عام في الدنيا كلها بيقول لا للمكيفات الخمسة دول. ايه اللي حصل بقى؟ تعال احكي لكم النتائج. اولا اقول لكم احنا عملنا ايه. عملنا ايه؟ الشريط اللي هو بيقول رساله الى المدخنين، شريط رساله الى المدخنين اتعمل منه داونلود. الشباب والبنات دخلوا على النت على عمرو خالد دوت نت، وخدوا الشريط ووزعوه لاصحابهم. عارفين اتعمل كام نسخه شريط اتعمل لها داونلود من على الموقع؟ 121,298 شريط. تخيلوا
المتوسط ان كل واحد بعت لنا انا ما خدت الشريط واديته ما بين 5 و10، يعني احنا بنتكلم في مليون، مليون ونص واحد وصل لهم الشريط. شفتوا عملنا ايه؟ لا اقول لك حاجة تانية، شريط التوبة من الخمور والمخدرات اتعمل منه 26109، طبعا الفرق، لان فرق النسبة الحمد لله، 26000 واحد خد شريط الخمور والمخدرات. الشريط بتاع الشيشة او للأسف الورقة اللي مكتوب فيها استقصاء عن الشيشة، عارفين الشباب عملوا منها كام؟ 181266 ورقة اتطبعت داونلود وجات لنا النتائج، وخشوا شوفوا النتائج بتاعة الاستقصاء بتاع الشيشة، الناس اللي بتشرب شيشة قالت ايه؟ كلهم عارفين ان هم غلط وان هم حياتهم بتبوظ. 181000 ورقة اتطبعت. اما المفاجأة الكبيرة، الورقة اللي مكتوبة اللي هي رسالة الى المدخنين اتعمل منها رقم خيالي، اتعمل منها 762000 ورقة مكتوبة. طبعا كل واحد خد الورقة المكتوبة دي، حاولوا تتخيلوا ادوها لكام. تخيلوا ده حصل في 15 يوم، في 15 يوم بس حصل كده، وانتوا اللي عملتوا كده، الشباب اللي عملوا كده، والبنات اللي عملوا كده. يعني طلع ان احنا نقدر نضيف، ونقدر نساعد ان احنا نعمل رأي عام من خلال اتفاقنا مع بعض، ومن خلال المشروع اللي احنا بنتفق بيه مع بعض. والحقيقة وفي شباب بعتولي قالوا لي لا احنا مش عاجبنا النتائج دي، احنا عايزين نكون اكثر طموحا. ليه بس 100000 و120000 و180000؟ ليه ما يبقاش مليون اللي اتاخد من داونلود من على الموقع؟ وانا بقول لهم انا معاكم، وهنشتغل مع بعض، ولسه المشاريع جاية، وننتج مع بعض اكتر من كده. الاجمل من كده يا جماعة ان الشباب خدوا الحاجات دي وبدأت يجيلي على الفاكسات بتاعت البرنامج اللي هي بتتحط عندكم، وعلى التليفونات بتاعت البرنامج، وعلى النت. الشباب والبنات اتحركوا، والستات، الحقيقة الستات كتير جدا اتحركوا. هل تتخيلوا ان سوريا يعني كمية المدارس والجامعات اللي اتحط فيها لا تؤذيني بتدخانك، لا تؤذيني بدخانك، كمية غير عادية في سوريا. جامعة المنصورة، جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، الجامعة الامريكية في مصر، جامعة الفاتح في ليبيا، انا الحقيقة جامعة عجمان، يعني جامعات المغرب، كل دول بعتولنا احنا عملنا وعملنا وعملنا. الحقيقة انا بقول لكم هم عملوا ايه او احنا عملنا ايه. طب ايه الاثر في الشارع؟ طب اللي احنا عملناه ده عمل ايه؟ لما تسمع تعال احكي لك شويه حاجات. من الحاجات الجميله اللي حصلت، يعني وكيل كليه صيدله جامعه اسكندريه اصدر قرار بمنع التدخين في حرم الجامعه، ما حدش يدخن جوه الكليه. ليه؟ نتيجه كم الملصقات الهائله اللي لقاها في الكليه، فالدكتور جزاه الله خيرا اتحرك وصدر قرار ممنوع التدخين جوه كليه الصيدله. حاجة تانية، وكيل كلية طب القصر العيني بدأ حملات تفتيشية بنفسه، ينزل يشوف مين بيدخن من الطلبة في حرم الجامعة، يسحب كارنيه ويمنعه من الحضور إلا لو بطل تدخين جوه حرم الجامعة. انت واخد بالك احنا عملنا ايه؟ لا اقول لك حاجة تانية، اعلنت جامعة الفاتح عن طريق اللجنة الشعبية للصحة انها في ليبيا انها بتنظم مسابقة للإقلاع عن التدخين، اللي يخلع عن التدخين لمدة شهر ياخد تذكرة حج. مش عارف هيكتشفوا ازاي، بس اتفقوا على الحكايه دي، اربح تذكره. المسابقه بتقول توقف عن التدخين لمده شهر واربح تذكره حج. كليه علوم جامعه المنوفيه عملت يوم 15 من كل شهر ممنوع التدخين لاساتذه ولا عمال ولا طلبه، والعميد وافق على الحكايه دي. جامعه عجمان عملت حمله بالاتفاق مع اداره الطب الوقائي بالشرقه لمنع التدخين مش في الجامعه بس، في كل على عجمان، وتوافق على الحملة دي، وبدأت الحملة دي وتعمل لها 3 أيام متتالية يوم 22 و23 و24. الأكثر من كده إن كلية العلوم الإدارية في الكويت، وكلية صيدلة جامعة حلوان، وجامعة عمر المختار بليبيا، وكلية الحقوق المحمدية بالمغرب عملوا نفس الحملات ممنوع التدخين جوه الجامعة، والطلبة استجابوا بكميات كبيرة جدا. إيه ده؟ هو احنا ممكن نتفق على مشروع ويحصل كده؟ لا، أنا أقول لك حاجات تانية أكثر من كده. على مستوى النوادي والمدارس، على مستوى النوادي والمدارس، مجموعة بنات في مصر اتفقوا مع بعض ما تيجوا نعمل حملة نلف بيها كل نوادي مصر وكل المدارس. 5-6 بنات وبدأوا يروحوا للنوادي معاهم ماتيريال، واتفقوا مع مجموعة علماء ومجموعة أطباء عايزين نعمل حملة في النادي. وأول حملة عملوها كانت يوم الخميس اللي فات 22/4 في نادي اسمه نادي الصيد المصري في المهندسين في مصر، واتعملت الحملة وحضرها عدد كبير من الشباب، والقاعة كانت مليانة على الآخر، وخلصت الندوة ووزعوا الشريط بتاعنا رسالة إلى المتخرجين اللي احنا عاملينه، وبدأت الحملة تتنقل من مدرسة لمدرسة. 5 بنات اللي عملوا الحكاية دي.
حاجة تانية جميلة جدا على مستوى المدارس الابتدائي، المدرسة الابتدائية في دمشق، عملوا المدرسات عملوا فكرة عظيمة جدا، جابوا كل طالب واتفقوا معاه ان انت مسؤول انك تساعد ابوك وامك ان هو ما يشربش لا دخان لا سجاير ولا شيشة، وان الطالب اللي هيقنع ابوه وامه هياخد درجات زيادة في الشهادة اسمها درجات الايجابية. فالاباء والامهات قال لك يا عم الولد هينجح يعني، فايه فعدوا وبدأت الولاد. بيقول لك النتيجة نجاح مبهر في المدرسة، كمية الآباء والأمهات اللي تأثروا من ولادهم، فكانت النتيجة ان هم بطلوا. من الحاجات الجميلة بنت، حاجة تأثرت انا بيها جدا، بنت عندها 13 سنة جابت الورقة رسالة الى المدخنين، خدتها من على النت وعلقتها من على الموقع بتاعنا، وقامت معلقاها في كل حجرات المدرسين اللي بيشربوا سجاير، فكانت النتيجة ان 5 مدرسين خجلوا من البنت اللي عندها 13 سنة واقلعوا عن التدخين. على مستوى الشركات حصل حاجات جميلة جدا، يعني ارسلت الينا حوالي، مش عايز اقول حوالي لكن عايز اقول ما يقرب من 100 شركة بتقول احنا نزلنا قرارات ادارية ممنوع التدخين في الشركة. منهم شركة يعني شركة بصوا بتقول ايه، قرار اداري قررت ادارة الشركة كذا 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 الاتي: منع اي فرد من العاملين بالشركة بالتدخين داخل المكتب، ومن يرغب في التدخين فليذهب الى الخارج، وعلى من يخالف غرامة 5 جنيهات عن كل سيجارة يدخنها داخل الشركة، يعني هيخلص مرتبه يعني. فكون النتيجة، انا بس يا جماعة بقول لكم ده طلع احنا بنشتغل. كنتوا بتقولوا معقول احنا هنغير حاجة اهو، وانا في اول البرنامج قلت لكم مفيش حد، اول حلقة انا فاكر، مفيش حد بيحط في دماغه فكرة ويبذل عشانها ويتحرك عليها الا لازم يحققها. وناس كتير قالت لي انسى مفيش فايدة الناس نايمة، لا الناس مش نايمة، والدليل اهو اللي انا بقراه لكم. هتقولي طيب لا ده انا هجيب لكم من جوه بقى الشارع العربي، الرأي العام في الشارع العربي اكتر من اللي انا قلته لكم. جريدة الرأي الاردنية نشرت بتاريخ 21/4 التالي: شركة اردنية تقدم، شركة كبيرة جدا، تقدم حوافز لموظفيها بالاقلاع عن التدخين، حوافز لاي موظف، فقد اقلع رئيس الشركة عن التدخين بعد برنامج صناع الحياة. الخبر في الجريدة كده، وكان يتناول 4 باكيتات في اليوم ما إلى آخره، وقد أقلع معه 85 موظف من إجمالي الشركة، والباقي لأن الحوافز مهمة يعني فالباقي شغال. ده جريدة الرأي الأردنية. نشر الأهرام المصري بتاريخ 17/4: قررت وزارة التموين غرامة مالية لأي مصنع حلويات أطفال يصنع حلويات على شكل سجائر. وزارة التموين في مصر هتغرم اللي يعمل كده على طول. إيه ده؟ ده الموضوع وصل للشارع، وصل للحكومات. لا اكتر من كده، نشر الاهرام المصري بتاريخ 17/4 حملة في مجلس الوزراء بيقوم بيها صندوق مكافحة الادمان في مجلس الوزراء لزيارة كل مراكز الشباب في مصر لتوعيتهم ضد التدخين والادمان. نشرت جريدة الخليج العربي بتاريخ 20/10 ان وقف تراخيص الملاهي الشعبية اللي بتقدم الشيشة في مدينة المحرق، ومش كده وبس، تمهيدا لمنع الشيشه في كل المدينه. يا جماعه الدنيا بتتحرك لما انتوا بتتحركوا. مش كده وبس، حملات تفتيشيه في مدينه المنصوره بمصر على اي ميكروباص فيه مدخن وغرامه على السائق، السائق يقول لهم انا ما بدخنش، يقولوا له لا ما انت سبت واحد يدخن عندك فيدفع الغرامه. انا بشكر رجال الشرطه في المنصوره اللي عملوا الحمله دي. الحقيقه حاجات كتيره جدا. إمارة مكة المكرمة لقت إن معقولة إمارة مكة، صدر قرار إن إمارة مكة المكرمة نريد مكة بلا دخان. القرار صدر يوم 17/4، إزاي مكة المدينة العظيمة يبقى فيها دخان، وصدر القرار إن إحنا مش عايزين، وبقت في ملصقات في كل مكة، مكة بلا دخان. يا جماعة الناس ثلاثة: ناس بتصنع الأحداث، وناس بتشاهد الأحداث، وناس ما بتعرفش إن في أحداث. إحنا ابتدينا اللي احنا بنعمله ده نكون من النوع الاول، ناس بتصنع الاحداث. ولذلك انا حاسس بالآية: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. بدأت اشوفها في حياتنا يعني. الحقيقة انا متأثر بهذا الكلام، والحقيقة لو قعدت الحلقة كلها احكي لكم الحاجات اللي حصل، ده انا اخترت عينات. ادخلوا على المنتدى بتاع عمرو خالد دوت نت وشوفوا الشباب بيقولوا ايه، وشوفوا الستات بتحكي بتقول حصل ايه، وشوفوا اصحاب الشركات وموظفين الشركات بعتين بيقولوا لنا ايه اللي حصل. حاجات مبهرة، حاجات تقول لك ده في امل كبير قوي. الامة ما ماتتش، المسلمين ما ماتوش، بلادنا ما ماتتش، لسه فيها عرق بينبض. الحقيقة حتى مش اكتر من كده، حتى على مجال الخمور الحلقة اللي فاتت نشرت جريدة النخبة بتاريخ 17/4 خبر بيقول: مفتي مصر يدعم قانونا لتحريم الخمور للعرض على مجلس الشعب. وانا من هنا بشكر
يعني الناس بتوع شركة مصر للطيران اللي رفعوا قضية مش عايزين خمور على الطيارات وكسبوا القضية ونجحوا فيها وحيفضلوا ناجحين فيها إن شاء الله، كان عندهم إيجابية عالية وإحساس عالي. طب ما تيجوا نطبق بقى الكلام ده على المشروع بتاعنا، تعالوا نعيش مع المشروع بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. بعد ما قلنا النتائج وكده ورفعنا الروح المعنويه قلنا هنعمل ان شاء الله، تعالوا نرجع للمشروع بتاعنا. عايزين، مش هنقول هنوقف المخدرات لان ده شيء مستحيل، عايزين نقلل قوي 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 اثر المخدرات بين شبابنا. ولذلك تعالوا نقول الاول المشروع وبعدين نخش في التفاصيل. المشروع بيقول ايه؟ دورك لو كنت، كل ده مشروع متكامل ما ينفعش واحد لوحده يقومه، فتعالوا نشوف مع بعض على الشاشه. دورك لو كنت كذا هتعمل ايه؟ دورك لو كنت كذا، دورك لو كنت قاضي، التشديد في العقوبة وسرعة تنفيذ الأحكام. دورك لو كنت رجل شرطة وعايز تشترك معنا في صناع الحياة، سرعة الاستجابة لأي بلاغ يتقدم به الناس عن أي حد بيتاجر في المخدرات. دورك لو كنت محامي، أرجوك اوعى تقبل أي قضية مخدرات تدافع عن تاجر. طبعا بنتكلم عن قضية مخدرات نقصد بيها التجار، ما تدافعش عن حد هيقتل ابنك بعد شوية. دورك لو كنت صاحب مال، ساعدنا ان احنا نأسس مراكز إعادة تأهيل المدمنين. دورك لو كنت طبيب تحليل، خفض تكلفة التحاليل أرجوك عشان الناس البسطاء يقدروا يكشفوا على أولادهم لو محتاجين كده. دورك لو كنت رجل شارع، من فضلك التبليغ الفوري، دي مسؤوليتك أمام الله عن أي تاجر مخدرات. لو كنت شاب، وهي دي أهم واحدة هنعيش معاها، تكوين فرق حماة المستقبل. تعالوا بقى بعد ما قلنا الكلام الكبير ده واللي احنا مش عارفين ليه كل واحدة من دول، تعالوا نعيش شوية مع الموضوع. الموضوع ببساطة يا جماعة، ان انا عندي شوية احصائيات في منتهى الخطورة عن وضعنا. المجلس القومي للطفولة والامومة في مصر بيقول شوية حاجات في منتهى الخطورة. بيقول من بين كل 100 شاب في حوالي 16 بيجرب المخدرات، منهم 4 بيدمنوها. من كل 100 16 بيجربوا، منهم 4 بيدمنوا. وبيقول ان عدد مدمني الهويين في مصر ما بين 20 و30 ألف، 20 و30 ألف. وبيقول ان مصر اتكلفت في اخر 10 سنين 178 مليار جنيه تكلفة المخدرات، ما بين علاج وما بين اجهزة مكافحة مخدرات. 178 مليار، عارفين 178 مليار يعني ايه؟ يعني اكتر من عائد قناة السويس، يعني اكتر من عوائد السياحة، يعني اكتر من اي معونة بتدخل لمصر. مبلغ في منتهى الخطورة. مش كده وبس، تعالوا نشوف مع بعض على الشاشة الانفاق على المخدرات يعني في مصر. انا هبدأ مصر وحنخش على بلاد تانية. يعني الانفاق على المخدرات، على شراء المخدرات في مصر وصل لغاية فين؟ سنة 2001 كان حوالي 23.8 ده مليار. سنة 2002 داخل على 25 مليار، سنة 2003 داخل على 26 مليار، سنة 2004 ده رقم تقديري واصل لفوق 26 مليار، حسبوه بتدرج النسب. انت متخيل الارقام؟ انت متخيل الكارثة؟ متخيل الاعداد؟ لا، انا خليني اقول لك اكتر من كده، الوضع في الخليج مخيف. الوضع في الخليج العربي، احنا يا جماعة مش بنهاجم حد، احنا عايزين ننقذ ولادنا، احنا عايزين نعمل مشروع علشان ده ممكن يبقى ابني، عشان انا بحب ابني، وعشان المدمن ده انا مش ببصله على انه حاجة كريهة، ده اخويا وخايف عليه، وعشان البنت الرقيقة دي اللي بدأت تمسك سيجارة البانجو دي اختي، انا خايف عليها. احنا يا جماعة مش جايين نكسر في حد، احنا عايزين نلحق شبابنا، عايزين نحضن على بلادنا، خايفين على بلادنا. الوضع في الخليج ان احد دول الخليج الصغيرة فيها 20 ألف مدمن، 15% من الطلبة بيتعاطوا، حتى البنات 15%، ان 22% من طلبة اعدادي في الوطن العربي بيتعاطوا، 22% من طلبة اعدادي، ان 30% من طالبات المدارس بيتعاطوا البانجو، 30% من طالبات المدارس بيشربوا بانجو. انتوا متخيلين الارقام؟ ان احد دول الخليج في رمضان الماضي، رمضان اللي احنا كنا عمالين فيه ونبكي ونتأثر، رمضان الماضي في احد دول الخليج الصغيرة مات 40 واحد خلال الشهر بسبب الجرعة الزايدة، اوفر دوز، منهم 6 الشرطة. الاحصائيات دي جاية من جرايد وجاية من مراكز الجمعيات اللي ماسكة مكافحة
المخدرات. منهم ستة ماتوا في يوم واحد، منهم ثلاثة أوفر دوز تحت سن 18 سنة. الوضع يخوف. الحقيقة يا جماعة احنا هنعرض عليكم لقطة مصورة لشابين هم وقعوا في قضية الإدمان، وهم الاتنين بيقولوا احنا ما كناش نتخيل ان احنا هنوصل لكده. دي ابتدت بسجارة، وابتدت بصحبة سيئة، او ابتدت ان انا شفت ابويا بيشرب شيشة او سجاير او بيعزم ناس على قعدة خمرة، فقلت طب ما اجرب اللي بعديها. تعالوا نتفرج ونكمل كلامنا. 22 سنة. بدأت المخدرات من امتى؟ من 92. تعرفت بشوية شباب كده عندهم مدرسة عندنا، تعرفت عليهم وعلموني الخناقات بقى والشرب والمخدرات والسجاير، وكنا نبط من المدرسة ونطلع نقطم ونشرب سجاير ونشرب بانجو وحشيش وكل حاجة. شربت ايه؟ قولي الحاجات اللي انت شربتها. شربت بانجو كيمياء وبودرة وكل حاجة. عملت حاجات انت مش عايز تعملها؟ اكيد. زعلت امي كتير، وده زعق لها وكسر لها في الشقة، عايز انزل مش راضي تنزلني، بتكسر لها في الشقة كلها، وامسك تلفزيون اهبده في الارض، فيديو احذفه لها من الشباك، اي حاجه اللي كنت بتيجي قدامي كنت بدي اكسرها لها. حاولت ان انت تتعالج؟ حاولت انت 4 مرات، بقيت اكلم نفسي اتجننت. كنت بتصلي؟ لا. كنت بتجيب المخدرات منين؟ من ناس في الشارع. ازاي هم؟ اكيد مش منتشرين يعني. لا منتشرين جدا، اكتر من كتير 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 يعني. في سن 17 سنه هي فكره جت في دماغي، ان انا ممكن اجرب يعني اشرب خمره، والفرصه كانت متاحه قدامي. ابويا طبيعه شغله كان بيجي له ضيوف من بره مصر، فكان لما بيعزمهم على الغداء كان بيبقى فيه يعني كان بيضطر يحط لهم خمور على الغداء ولا على العشاء. واللي حصل بعد كده كان كله بنفس المبدا، انا عايز اجرب، انا عايز اعرف ده ايه. هي كانت عزومه يعني، واحد عزم عليا بحاجه. كانت ايه بقى؟ كانت سيجارة يعني ملفوفة، كان فيها حشيش. و انت كنت بتشرب سجاير ساعتها؟ كنت بشرب سجاير، مع اني قبل كده كان اللي يشرب سجاير في مكان انا موجود فيه يسيبه وامشي. انا في الاخر وصلت الهيروين يعني، ودي كانت من الحاجات اللي انا ممكن كنت بشوف ناس بتعملها واقول انا مستحيل اعمل كده. العشر سنين اللي انا يعني اخدت فيهم مخدرات كانوا هم الاتنين دول هم اصحابي، ما بيتغيروش. الحياة مع المخدرات اختلفت، فمن شاب ينتمي إلى أسرة مرموقة إلى شخص لا يعرف معنى للحياة. أنا كنت بخاف أكل لما فوق المخدر اللي أنا أخده يروح، لأن ده بيحصل فعلا، الأكل بيخلي مفعول المخدر يروح. كل الهوايات اللي كانت عندي قبل ما أخد محت، مع مرور الوقت أنا بقيت ذهنيا مش قادر أذاكر يعني، حتى السطور لما اجي اقراها ما كنت بجد صعوبة في ده. لجأت الاساليب كتير قوي بقى عشان اجيب منها فلوس، هكدب عليهم في البيت، هقول لهم هشتري كتب، هصلح حاجة في العربية. انا جه على وقت بعت هدوم من هدومي، بعت حاجات بتاع روبابيكيا، انا بعت حلة المرة. سرقتش؟ في مرحلة اكبر من كده سرقت. سرقت مين؟ سرقت من البيت الاول، و سرقت شوية جيران فقت من الأوقات، وأنا سرقت ذهب أختي قبل كده، وبرضه ما حدش عارف إن أنا اللي خدت الحاجة دي. أنا اتألمت كتير أوي، وأنت حاسس بمذلة. أنا في وقت من الأوقات كنت بخاف من إن الشمس تطلع عشان المأساة بتاعت كل يوم. الموضوع ده خلاني أحترم نفسي وأحس إن أنا ليا لازمة في الدنيا، وإن أنا ممكن أكون بني آدم منتج ومسؤول في مجتمع بعد ما كنت بني ادم بيخرب في مجتمع. انا يمكن اللي مخليني النهارده مبطل 3 سنين وحوالي 4 شهور الالم اللي شفته من المخدرات. انا بعد التجربه اللي عشتها دي اقدر اقول يا ريت الزمن يرجع تاني وانا مش هكررها تاني. يعني ده عينه اللي رضي التصور، والمقاسي كتير، واللي بيشربوا بانجو اعدادهم كبير، ولازم نشيل مسؤوليه، وهنتسأل قدام ربنا يوم القيامة. وبعدين ده أخويا ودي أختي، إزاي أسيبها؟ إزاي مغمض عينيك وماشي؟ إزاي تعمل كده؟ عشان كده كل واحد فينا لازم يشيل دور في المشروع دون. وخلي بالكم يا جماعة، المأساة ما وقفتش على كده، ده المأساة في لحظة الوفاة. لحظة الوفاة الشباب اللي بيموتوا والناس اللي بتموت وهي كده سوء الخاتمة. يا جماعة في ناس بتموت في الحمامات،
في ناس بتموت نتيجة الجرعة الزايدة، يحصل انفجار في الشرايين بتاعة الجسم. في صورة نشرتها هيئة مكافحة المخدرات في السعودية، صورة أنا بشعة أنا ما أقدرش أعرضها، لكن هي صورة لواحد مات وهو حاطط فمه وشه في التواليت وهو بيتقيأ من كثر التقيؤ مات. تخيل يقابل ربنا إزاي، يقف قدام ربنا كده إزاي. ده في أكتر من كده يا جماعة في سوء الخاتمة. أنا أعرف قصة إن أحد الشباب قاعدين في قاعدة مع الصحاب، والله الصحاب هم المصيبة الكبرى في الموضوع ده، قاعدين بيشربوا مع بعض والخمور محطوطة والمخدرات والسجاير، فواحد الخمور خلصت والمخدرات، واحد قال طب أنا هروح أجيب لكم واجي، راح يجيب لهم وهو في الطريق عمل حادثة. اللي بيحكي لي الحكاية دي واحد من اللي قاعدين قال طب أنا هشوفه اتأخر ليه، مش عشان صاحبه عشان يجيب المخدرات، فراح وراه، فهو رايح وراه لقى العربية عاملة حادثة والولد بيموت وخلاص في اللحظات الأخيرة. والله العظيم زي ما بحكي لكم، قال له مالك؟ قال له مش قادر أقابله، مش قادر أقابله. قال له مين؟ قال له ربنا، ومات. ومات على كده، والولد ده هو اللي تدين بعد كده وفاء. لكن دول يروحوا لمين؟ وربنا مش هيسألنا عنهم يوم القيامة، ولا هم بس اللي هيتحاسبوا؟ احنا وأبائهم وأمهاتهم وكلنا والمجتمع كله هيتحاسب وهيتسأل عنهم يوم القيامة. عشان كده مشروعنا النهاردة مش قليل. ده مش كده وبس يا جماعة، مش لحظات الوفاة وبس، ده بيبقى مستعد يتنازل عن أغلى ما عنده، مستعد يقتل أمه. وبنقرأ في الجرايد دخل على أوضة أمه يسرق الحاجة، جت تدفع عنه أم قتلها وهو بيزقها، ماتت أمه وهو اللي قتل أمه ودخل السجن. حاجات مأساوية. لا ده في حاجات أكتر من كده، إن هو مستعد يبيع أكتر من كده. يبيع إيه؟ مستعد يبيع مراته لراجل تاني مقابل إن هو ياخد ثمن المخدرات. لا ده في أكتر من كده، مستعد يبيع بلده ويبقى عميل لجهة أجنبية والعدو أجنبي مقابل إنه هو يحصل على ثمن المخدرات. تصدق ممكن توصل لكده؟ نشرت لسه كانت بتبص تلفزيون قناة العربية من كام يوم إن مين أكتر العملاء اللي قدر العدو إنه هو ياخدهم ويسيطر عليهم. تخيلوا إن أنتوا فاكرين إن أكتر حاجة عن طريق الفلوس، لا، واحد المخدرات، اتنين الجنس، تلاتة الفلوس. أول حاجة إنك تخلي واحد عميل كانت عن طريق المخدرات. وجماعة كلمة عميل دي كلمة خطيرة، كلمة في منتهى الخطورة. يكفي إن أنتوا تعرفوا إن الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي ماتوا عن طريق العملاء، عن طريق الطيارة عرفت منين إن هم ماشيين دلوقتي؟ عن طريق العملاء. من أكتر الحاجات اللي بتخلي العميل عميل ويخون بلده ويخون المسلمين ويخون الإسلام كانت إيه؟ كانت المخدرات. لدرجة ان من المعروف ان الدول لما بتكون داخلة على حالة حرب مع دولة مجاورة اول حاجة بتعملها ايه؟ تنشر المخدرات على الحدود. فوق يا جماعة، الموضوع خطير. تنشر المخدرات على الحدود عشان الشباب يبقى مسلم قبل ما المعركة تبتدي، سواء في حالة حرب او داخلين على حرب يقوموا نشرين المخدرات. ومن المعروف ان المخدرات كان بيتم ترويجها عن طريق العدو على حدود مصر ما بين حرب 67 وما بين 73، لانها وقت حرب فمطلوب ان الشباب يبقى ضايع، وبعد اتفاقية السلام رجعت المخدرات تاني تنتشر على الحدود. احنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول يا جماعة الموضوع في منتهى الخطورة. لا ده في حاجة أكتر من كده، في أسوأ من كل اللي انت قلته، إن الولد اللي بيتعاطى ده ويدمن بعد شوية بيبقى تاجر علشان يجيب فلوس ويروح لأصحابه يقول لهم ادوني فلوس وأنا أروح أشتري لكم، ويتحول إلى تاجر صغير وهو كان ابن ناس من شوية. سمعت كل اللي أنا قلته ده؟ طب وبعدين الحلول إيه؟ لا قبل الحلول تعالوا نشوف هم بيتعاطوا فين، الكلام ده بيتناول فين. عملنا لكم إحصائية جبنا لها برضو من مركز الأمومة والطفولة، ايه الاماكن اللي لما اتعملت العينه الشباب بيتناولوا الحاجات دي فين؟ تعالوا نشوف الشباب بيتناولوا الحاجات دي فين. مع الاصدقاء، شوفوا صحبه السوء هي اخطر حاجه، مع الاصدقاء حوالي 82%، في السيارات بيتناول في السيارات في العربيه وهو قاعد حوالي 45%، في الحفلات خلي بالكم على اولادكم وهم بيقولوا لكم رايحين حفله 40%، في الحمامات والعياذ بالله حوالي 25%، في النوادي الليليه حوالي 15%. شفت الاصدقاء قد ايه الموضوع مش بس موضوع نوادي ليليه، الاصدقاء. طب ايه اللي بيخلي الولد يوصل لانه هو يدمن؟ اربع حاجات. اصحاب السوق، ودي رقم واحد واخطر حاجه، ما حدش ابتدى غير باصحاب سوق. اتنين، التفكك العائلي او غياب الاهل او عدم اعتناء الاهل ومش واخدين بالهم ان ابنهم بيشرب مخدرات مش متخيلين. تالت سبب، البطالة والفراغ. رابع سبب، ضعف الايمان في القلوب. خلي بالكم يا جماعة، 99% من اللي شربوا مخدرات بدايتهم كانت سجاير، و73% من اللي بيشربوا مخدرات كان بيقولك دي هي مرة واحدة وحجرب ومش هعمل كده تاني، و94% من اللي ابتدوا ببنجو
اتنقلوا على الهارد دراجز على المخدرات الثقيلة في النهاية. لكن أخطر شيء إن الصحاب هم اللي بيؤدوا لهذه النتيجة. وأحيانا يبقى عارف إن صاحبه مدمن وما يقولش لأهله من باب الجدعنة، قال دي جدعنة الصحوبية، أنا ما بقاش ندلي وأقول على صاحبي، فيؤدي إن صاحبه يتنقل من مبتدئ في التعاطي إلى مدمن كامل، وإنت اللي ضيعته وهتتحاسب عليه. هي دي الجدعنة؟ أنت مش فاهم صح. وفي سبب تاني إن المتعاطي المبتدئ بيتحول إلى مدمن كامل، إيه هو؟ إن الأهل يخافوا من الفضيحة، فبدل ما يودوا ابنهم مصحة يحبسوه في البيت ويتعاملوا معاه بقسوة، فتكون النتيجة إنه يزداد سوءا ويتحول إلى مدمن، وإنتوا كنتوا السبب ما تعاملتوش مع ابنكوا صح. طب إيه المطلوب؟ تعالوا بقى نقسم المشاريع، وتعالوا نتفق بعد كل العرض ده، وبعد ما القضية بقت واضحة قدام عينينا، إحنا علينا دور كبير قوي يا جماعة. تعالوا نكمل ونقول إيه الدور ده بالتفصيل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني يا جماعة تعالوا نبدأ بقى ندخل في المشروع بالتفصيل. أول حاجة تعالوا نتفق إن كل الأمم المتحدة وحكومات العالم لقوا إن في ثلاث اتجاهات لمحاربة المخدرات. الاتجاه الأول منع العرض. يعني منع العرض؟ تمنع التجار إن هم يجلبوا أو يهربوا أو يزرعوا أو يبيعوا للناس، وده دور الحكومات أساسا والبوليس والناس إنها تبلغ. الاتجاه الثاني تخفيض الطلب، انك تخلق بين الناس روح عزيمه شديده ان احنا مش عايزين نشتري مخدرات، وده دورنا احنا. الاتجاه الثالث انك تشدد العقوبات من خلال القضاء ومن خلال التشريع ومن خلال رجال الدين، اللي تبقى شديده جدا علشان الناس تخاف انها تتاجر في المخدرات. مش كده؟ مش هما دول يعني الثلاث حاجات الاساسيه؟ ثلاث اتجاهات. تعال نمسك واحده واحده. الاولانيه، تعال نمسك تشديد العقوبات. الحقيقه يعني المشرع، ويمكن مفتي مصر كان له كلام في هذا الأمر، إن هو قال الإعدام لمن يتاجر عن طريق الجلب، اللي بيجلب بيهرب من بره ياخد إعدام، وكانت فتوى قوية. وأيدها يمكن الدكتور يوسف القرضاوي لما قال يعدم لأنه يتاجر بأرواح الأمة من أجل المال، فهو أولى من ينفذ فيه قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فدون رأي العلماء. طيب، ولذلك القانون المصري مثلا جعل الإعدام للي بيتاجر بيجلب من الخارج، والمؤبد للي بيتاجر وبيوزع في الداخل، وما فيش عقوبات أشد من كده. ومع ذلك العقوبات دي ما أثرتش جامد. عارفين ليه؟ أصل رجال الدين قالوا يعدم، لكن كم حالة إعدام اتنفذت؟ قليل جدا. ليه؟ لأن رجال القضاء بيتورعوا أو بيترددوا 100 مرة قبل ما يبدي حكم الإعدام، فبتكون النتيجة أنه بيدي مؤبد، فبتكون النتيجة أن تاجر المخدرات بيعيش في السجن كالملوك، وبيعيش عيشة ما فيش أحسن من كده، وبالتالي العقوبة رغم أن هي أصلا رادعة لكن في التنفيذ ما بقتش رادعة. الحاجة التانية اللي بنطلبها من رجال القضاء دقهم معانا في المشروع سرعة تنفيذ الأحكام، وأنا عارف أن كلامي بيوصل لهم من خلال هذا اللقاء. سرعة تنفيذ الأحكام، أنا عارف أن أنتوا يا رجال القضاء بتسهروا بالليالي من كتر القضايا اللي عندكم، لكن أرجوكم في الموضوع ده بالذات علشان يبان العقوبة ويبان الأثر فالناس ترتدع. فدون لو عملنا كده يبقى قفلنا الحلقة الأولى اللي هي العقوبات، ويبقى عملنا أثر شديد، وده دور رجال القضاء معانا في صناع الحياة. طيب نتنقل على التانية، رجال الشرطة. رجال الشرطة بيمثلوا الحلقة التانية، منع الايه؟ منع وصول المخدرات الى الناس. ولذلك رجال الشرطة ايه المطلوب منهم؟ انا تاني بذكر رجال الشرطة في مصر جزاهم الله خيرا على اللي عملوه في موضوع عزبة النخيل اللي كان منتشرة فيها المخدرات، وازاي وقفوا وقفة عظيمة وضحوا بارواح ناس منهم في سبيل بلدنا وفي سبيل الوطن وفي سبيل ان شبابنا نحافظ عليهم. لكن انا برجو من رجال الشرطة حاجة اكتر من كده، سرعة الاستجابة لأي بلاغ يجي من أي مواطن عن المخدرات. وإنك تعمل الحكاية دي مش بنية بس إن أنت بتشتغل شغلك، أو بنية إن أنت بتحافظ على رتبتك، أو بنية إرضاء وزير، لا، أنت بتعمل عشان حاجة أكبر من كده. أنت بتعمل كده إرضاء لله، بتشارك في صناعة الحياة من خلال هذا الأمر، وبتشهد ربنا إن ده ثوابك يوم القيامة من خلال هذه المكافحة. أي بلاغ تتحرك فورا، فدون رسالة إلى رجل الشرطة، وبكده يبقى قفلنا الحلقة التانية. عندك عرض بنقفله
برجال الشرطة وعندك عقوبات بنقفلها بدور القضاء. يفضل احنا، خلي بالكو، مش ممكن يتحل الموضوع بحكومة لوحدها، ولا يمكن يتحل الموضوع برجال قضاء لوحدهم، ولا يمكن يتحل الموضوع بينا احنا لوحدنا. لازم تتكامل التلات حلقات، رجال الشرطة، القضاء، ونفضل احنا اللي احنا اصلا عاملين الحلقة دي بعنوان تحمل المسؤولية عشاننا احنا. ايه المطلوب مننا الحقيقة يا جماعة؟ لو قلنا ايه المطلوب مننا، خليني الاول احسسكوا قد ايه احنا مسؤولين. هل تتخيلوا ان الامم المتحدة اصدرت تقرير بتقول فيه ان مهما بلغت الدولة من بذل جهد ومهما بلغ الحكومة والبوليس من قوة، لن يستطيعوا في اي دولة مصدرة اكتر من 30% فقط من اجمالي المخدرات، لان مش ممكن الحكومة هتحط عسكري على كل شارع وعلى كل مواطن. الامم المتحدة بتقول حاجة تانية، بتقول بعد جهد كبير اكتشف الخبراء ان اي استراتيجية تقوم على الضبط بس، اللي هو يعني المنع، منع العرض والتجارة، هي استراتيجية غير كاملة، وأنه لا يمكن فعل ذلك إلا بجهود الشعوب أن تشارك في حمل المسؤولية. ده حتى الأمم المتحدة بتقول لكم شيلوا المسؤولية، لدرجة أن الأمم المتحدة عملت اجتماع طارئ سنة 98 بحضور 30 رئيس دولة، وقرروا فيه أن الجهود الحكومية لا يمكن تكفي وحدها، ولا بد من الجهود الشعبية والجمعيات الخاصة. أنا بحكي لكم الكلام ده ليه؟ عشان أقول لكم الحل معانا، وان الحل احنا ركن اساسي فيه. واوعى تستقل نفسك، واوعى تقول بقى انا معقولة انا هعمل حاجة في الموضوع ده. يا جماعة الصين لها تجربة في الموضوع ده غير عادية. اوروبا لقت ان الصين في القرن الماضي عمالة تصدر لها منتجات، واوروبا مش عارفة تصدر للصين منتجات، وان المنتجات الصينية اقوى تأثيرا في الشعوب الاوروبية. وانتوا عارفين دايما اللي بيستورد بيبقى تابع للقوي اللي بيصدر، زي حالة ناس كتير. لكن اوروبا لقت ان عندها مشكلة في الحكاية دي، فقررت تعمل ايه؟ عملت حيلة. للأسف لقت انها ما عندهاش حاجة تصدرها غير الافيون، فعلمت الشعب الصيني شرب الافيون، وبدأت تصدر الافيون للصين، وبدأت التجارة تنتشر. فلجأت الحكومة الصينية انها عينت واحد، الراجل ده مسؤوليته يمنع الاتجار في المخدرات، وجمع التجار الاوروبيين وحرق في يوم واحد 20,000 صندوق افيون وطرد التجار. فعملت أوروبا حرب على الصين، وأخضعت الصين لاتفاقية شديدة، ورجعت المخدرات والأفيون أكتر من الأول، ولقت الصين نفسها بتضيع. فعملت إيه؟ عينت في كل مدرسة وفي كل جامعة وفي كل مصنع واحد متطوع يساعد الناس، يفكرهم ويوعيهم ويديهم شرايط ويديهم ملصقات. وكانت النتيجة مذهلة، بدأت المعدلات تنخفض انخفاض مذهل بسبب جهود الناس وبسبب الناس اللي تعينت دي. أنا كل ده عايز أوصلكم لإيه؟ إحنا نقدر. خلي بالكم الحلقة أصلا بتقول يا جماعة شيلوا المسؤولية، وإوعوا ترهبوا تقولوا بقى معقولة أنا هشيل حاجة زي كده. يا جماعة خليكم زي واحد زي سيدنا نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود يوم غزوة الخندق الكفار 10,000 بيحيطوا بالمسلمين، والمسلمين حفرين خندق من كل حتة إلا من جهة اليهود، مش حفرين خندق من هناك، لأن حصون اليهود في معاهدة مع المسلمين، اليهود ما يدخلوش حد. فراحت قريش اتفقت مع اليهود ندخل من عندكم، خلاص الخندق بقى زي قلته وحيباد المسلمين. وفي اللحظة دي جه واحد راجل كان في 10,000 كافر أسلم، اسمه نعيم بن مسعود، فراح للنبي بيقول له أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، أنا عايز بقى أقعد معاكم. فقال يا نعيم أنت رجل، مش هتزودنا كتير، أنت واحد، ولكن خذل عنا، ساعدنا من برة. تخيلوا عملي النبي ما قالوش يعمل ايه، هو شال المسؤولية، ما خافش وقال بقى أنا اللي هحارب المخدرات. عملت ايه يا سيدنا نعيم؟ قام رايح لبني قريظة، راح لليهود قال لهم على فكرة قريش جاية عن طريقكم، وبعد ما تخش هتتصالح مع محمد وهيدبحوكوا لان انتوا اللي دخلتوهم، فلو قريش جات لكم خدوا منهم 70 واحد رهين عشان ما يعملوش فيكم كده. بنو قريظة اليهود قالوا لهم والله معك حق. وقام رايح لقريش قال لهم على فكرة بنو قريظة لقت ان هي خدعت محمد وان محمد هيبهدلهم، فخافوا، فقالوا لمحمد طب احنا هنرضيك، هناخد منهم 70 رهينة ونديهم لك. فقريش قالوا ايش عرفنا ان كلامك صح؟ قال لهم روحوا تفاوضوا معهم. فراحت قريش تتفاوض، قال لهم طب ادونا الاول 70 رهينة، قالوا صدق نعيم، وباظت الخطة، ورجع الكفار عن المدينة بسبب واحد اسمه نعيم بن مسعود. والنبي ما قالوش الا كلمه خذل عنا. يا جماعه ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع، حتى الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من الحاكم للخادم مرورا بالرجل والمرأة، وخلي بالك ليه عدها تاني في الآخر وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، عشان لو اللي فاتوا كلهم قصروا بقينا كلنا مسؤولين. فكلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيته، كلنا مسؤولين طول ما في شباب منتشر بينهم المخدرات، كلنا هنتسأل يوم القيامة. لا ده احنا عندنا تجربة تانية كمان يا جماعة، تجربة رائعة للمسلمين في أمريكا. مسلمي أمريكا من السود، ايه اللي حصل؟ بلدة اسمها بروكلين، البلدة دي في ولاية نيويورك في حي اسمه جامايكا كوين. الحي دون كله سود. السود في أمريكا لهم قصة، إن السود كانوا حاسين بالتمييز العنصري وحاسين بعدم تمازج مع المجتمع وإن هم بيضطهدوا في المجتمع، كانت النتيجة إن عدد كبير من السود دخلوا الإسلام، من السود الأمريكيين، ودخلوا الإسلام لأنه لقوا في الإسلام المساواة اللي مش موجودة في أمريكا، ودخلوا الإسلام لأنه جدودهم أصلا من أفريقيا كانوا مسلمين واتباعوا عبيد في أمريكا، فكانوا بيحنوا للإسلام فأسلموا. السود منتشر بينهم تجارة المخدرات ومنتشر بينهم الجرائم، فالشباب دول لما اسلموا شباب زيكم، والحي دون البوليس الامريكي مش عارف يعمل فيه ايه من تجاره المخدرات اللي فيه، فقرر 100 شاب يعملوا جمعيه مع بعض، نفس الفكره بتاعت حمات المستقبل اللي انا جاي اقترحها النهارده. عملوا مع بعض ايه؟ كل يوم هننزل الشوارع نحط لافتات لا نريد المخدرات في حينا، هيوزعوا على الناس لا تشتري المخدرات، هيوزعوا على الناس صور المخدرات، هيوزعوا على الناس صور الناس اللي بتموت بالمخدرات، هيوزعوا على الناس، هيعملوا حمله مدتها 40 يوم. عارفين بعد 40 يوم حصل ايه؟ اتقفل 15 محل مخدرات في الحي، وبعت البوليس الامريكي جواب شكر للشباب دول، انتوا افلحتوا فيما فشل فيه البوليس الامريكي، والله نقدر. ايه المشروع؟ هنعمل ايه؟ والحلول ايه؟ احنا الحقيقه بعتنا لكم وقلنا لكم الحلقه اللي فاتت ابعتوا لنا، كل واحد عنده حل يبعته لنا، فجت لنا مجموعه حلول. الحل الاولاني حل بيقول نعمل تحاليل للطلبه في المدارس، ناخد عينه عشوائيه ونعمل لهم تحاليل، اللي يثبت فيه يترفد ويتجاب ابوه امه وتتعمل التحاليل كل 3 اشهر. الحقيقه لقينا الفكره دي صعبه، اولا ان شبابنا ما نستحملش نعمل حاجه زي كده، وثقافتنا غير ثقافه الغرب، هم خدوا الفكره دي من الجيش الامريكي، كان الجيش الامريكي عمل الفكره دي لما انتشرت المخدرات فيهم يحللوا الجنود، فكانت النتيجه انخفاض معدلات المخدرات بين الجيش الامريكي، يمكن علي التاني. لكن اللي انا بقوله إن الفكرة دي صعب تتنفذ مع ثقافتنا ومع بلدنا. لكن هنا يجي دور لو أب أو أم عايزين يحللوا لابنهم خايفين، فبنقول لأطباء التحاليل ومعامل التحاليل دوركم معانا في صناع الحياة، أرجوكوا خفضوا تكاليف التحاليل. احنا لغاية دلوقتي خلي بالكم قلنا دور القاضي، وقلنا دور ضابط الشرطة، وقلنا دور إيه؟ أخصائي التحليل. جالنا اقتراح تاني، اقتراح تاني بيقول احنا كل ده عمالين نقول هنحل الموضوع ازاي. جالنا اقتراح تاني بيقول ان احنا نقنع المحامين ان هم ما يترفعوش عن اي قضية فيها تاجر مخدرات، التعاطي حاجة تانية، لكن قضية تجارة مخدرات ما يترفعش ابدا وما يوجدش الثغرة، لان خلي بالك ابنك الجزاء الثواب الجزاء من صنف العمل، ابنك بعد شوية هيدمن يا محامي، وهتبص تلاقي ان السكينة اللي انت دبحت بيها غيرك ابنك اتدبح بيها، اوعى تعمل حاجة زي كده. وعملنا كلمة اسمها نداء الى المحامين الشرفاء، والحقيقه الفكره دي عجبتنا جدا ونزلناها على النت وادوها لكل محامي بيشتغل في قضيه زي كده، فده دور المحامين، اوعى تترافع في اي قضيه زي كده. حل ثالث، احنا كل ده عمالين نجمع الحلول، احنا مسؤوليتنا ايه كناس؟ مسؤوليتنا كناس يا دكاتره التحاليل خفضوا، مسؤوليتنا كناس يا محامين من فضلكم اوعوا تترافعوا في قضيه زي كده. في مسؤوليه ثالثه، رجال الاعمال، احنا عندنا مشكله يا جماعه ان عدد المصحات اقل من عدد الشباب المدمن، وان احنا عندنا مصحات لكن رجال الاعمال لازم يدعموا ويشاركوا معنا في صناع الحياه، ان يدعموا بناء مؤسسات جديده خاصه مؤسسات اعاده التاهيل. اشمعنى مؤسسات اعاده التاهيل؟ اصل يا جماعه المدمن اللي بيدخل مصحه ويخرج بعد فتره قليله ممكن، لكن المدمن الكامل الشديد زي ما شفته ممكن يدخل ويخرج 4 مرات وما يخفش، واول ما يطلع يشرب. يعني محتاجين ايه؟ محتاجين حاجه مش موجوده في الوطن العربي، موجوده في الغرب، اسمها مراكز اعاده التاهيل. بتعمل ايه؟ يقعد فيها يعيش فيها 2 سنين ويزرع ويشتغل وينتج ويعيش حياه كامله، مش مسجون ولا قاعد في اوضه،
وبعد سنتين يطلع واحد تاني ناجح 100%. طب دي مش موجودة في وطننا العربي؟ لا موجودة في حتة واحدة بس، عارفين فين؟ في وادي النطرون. اشمعنا في وادي النطرون في مصر؟ اشمعنا في وادي النطرون؟ المشروع ده عملته الكنيسة المصرية بهدف انها تعمل توعية دينية ورعاية طبية كمركز إعادة تأهيل. الحقيقة احنا نفتخر ان مش موجود زيه، ولازم ندي كل واحد حقه ونقول ان هم ساعدوا بلا شك في انقاذ ولادنا ونجاة ولادنا، واحنا بنشكرهم على الجهد ده، وبنطلب من رجال الاعمال اعملوا زي التجربة دي، عايزين نكرر التجربة دي، انفقوا معنا في مراكز إعادة التأهيل. كل اللي انا قلته ده حلول عمالة بتجمع، لكن لسه في اهم حلين واخطر حلين. كل اللي انا قلته كوم والحلين دول كوم. حل بيقول يا رجل الشارع، يا ناس، يا ناس يلا تعرفوا جنب البيت بتاعكم في تاجر بيبيع، في الشارع الجانبي في تاجر بيبيع، قدام الجامعة، جوه الجامعة، بلغ فورا، والله هتتحاسب يوم القيامة. بلغ فورا، وخلي بالك ان في دلوقتي على الانترنت تقدر تبعت فيه هوت لاين مفتوح بجمعيات مكافحة المخدرات، لو انت مش عايز تتصل بالبوليس مباشرة هوت لاين تقوم متصل على طول، وهم هيتحركوا ويكلموا البوليس، واحنا وصينا رجال البوليس. فضل ان رجل الشارع يقفل الحلقة من عنده، يا شباب بلغوا فورا، اوعى تسكت على طول، وبلاغ واثنين واثنين وعشرة ومئة بلاغ لازم هيتحركوا. لو حد، لو الشرطة جالها مئة بلاغ عن واحد لازم هيتمسك بكرة. ده الدور الاولاني. الدور الاخير مشروع حماة المستقبل، الشباب. عايزين نعمل ايه يا شباب؟ وانا بقول يا شباب لان كل الادوار اللي فاتت دي كانت حاجة، وانا بعتقد ان دوركوا اهم دور. عايزين نكون في كل مدرسة، في كل جامعة خاصة او جامعة عامة، في كل مركز شباب، في كل نادي، اربع او خمس شباب يتفقوا يعملوا مجموعة اسمها حماة المستقبل، يحموا الكلية والمدرسة والنادي من المخدرات. عددهم قد ايه؟ اربعة او خمسة، ممكن يزيدوا بعد كده، بس يتكونوا، بس نبدأ باربعة وخمسة. يتكونوا ازاي؟ مجموعة صحاب يتفقوا مع بعض، ويلا احنا نشيل المشروع ده، ويتعهدوا قدام ربنا ويعهدونا ان ده يبقى مشروع عمرهم ويقابلوا بيه ربنا يوم القيامة. هيتكونوا فين؟ في الاماكن اللي انا قلتها. هيتكونوا ازاي؟ هنفتح لكم على الانترنت، على موقع عمرو خالد دوت نت، صفحة مخصوصة لمشروع حماة المستقبل، تسجلوا بياناتكم واساميكم وبلدكم، وتتفقوا ان انتم مسؤولين عن المدرسة الفلانية، ونبدأ المشروع كده. طيب دورهم ايه؟ دورهم اول حاجة مشروع لا للمكيفات الخمسة من اول السجاير لغاية المخدرات، هم المسؤولين عنه. احنا هنسيب الحلقة ونمشي، وتفضلوا انتم مسؤولين عنه من خلال موقع عمرو خالد دوت نت، وتفضلوا مسؤولين عنه لغاية ما ربنا يفتح ويطلع منكم ناس تفضل شايلة المشروع ده وتبقى خبراء في الموضوع ده، ونقدر ونكرر تجربة مسلمي أمريكا، ونكرر التجربة اللي عملتها الصين في المصانع والشركات والنوادي والمدارس. طب هنتحرك بإيه؟ هنوفر لكم كل الوسائل اللي انتم محتاجينها، بوسترز، هنوفر لكم ورق، هنوفر لكم شرايط، يعني شريط التوبة من المخدرات والتدخين اللي أنا عامله، أرجوكم إن انتم تسمعوه تدوه تشتغلوا بيه. طب بس احنا مش مدربين. هندربكم ازاي؟ هنتفق مع اطباء متخصصين يساعدوكم ويتبرعوا بجزء من وقتهم ان هم يدربوكم ازاي تتعامل مع المدمن وازاي تحل مشاكله. طب ايه الدور المطلوب مننا؟ مطلوب منكم واحد، تبقوا مسؤولين عن مشروع للمكيفات الخمسة. اتنين، توعية الكلية كلها في رقبتك يوم القيامة، التوعية ضد المخدرات، والعميد هيرحب بيكم، ومدير المدرسة هيفرح بيكم، ورئيس النادي هيشكركم، وهتعملوا الشغلانة دي بتبرع، وهندربكم. وأول حاجة في التدريب إزاي تعامل الناس بحب ورحمة، حتى المدمن هندربكم على الكلام ده. هتقولي إيه الكلام النظري اللي أنت بتقوله؟ لا ده مش كلام نظري، التجربة دي تنفذت. نفذها مين؟ نفذها جمعية اسمها الاتحاد العربي لمكافحة الإدمان، اللي هي مستشارة لجامعة الدول العربية. الاتحاد العربي عمل ايه؟ جاب مجموعة من مدرسة الأرمن الثانوية، ودرب 100 ولد، والولاد دول بدأوا هم يبقوا مسؤولين عن المدرسة، وبعدين مجموعة مدارس، وبعد كده بقى أثرهم في الجيزة ضخم جدا، ب100 ولد في مدرسة اسمها مدرسة الأرمن الثانوية، وقلت معدلات شديدة جدا، نزلت المعدلات جدا بسبب الولاد دول، ونجحوا في التجربة، وخدوا بإيد مدمنين كتير، وقللوا وعوا الولاد في المدارس ان من اول الدخان لغاية المخدرات حصلت توعية غير عادية، وصورناهم.
عشان تعرفوا ان احنا مش بنقول كلام نظري وان مشروع حكومات المستقبل قابل للتنفيذ. تعالوا نشوف الولاد دول ونتفرج ايه اللي عملوه. حاسس ان انا نفسي اشارك في المجتمع، افيد المجتمع بحاجه معينه بدل ما ابقى شخصيه مجرد ان انا بذاكر وبادي اللي عليا وبس. هو اللي شجعني ان انا اكمل في المشروع او ادخل المشروع ان هو بيديني الاحساس بالقيمه في المجتمع، ان انا عنصر فعال بتاثر واثر في المجتمع، ومن مردود ان المجتمع دي اللي واجب عليا. بعد ما خلصنا الدوره التدريبيه بدانا نشتغل جوه مدرسه، ان احنا حاولنا ان احنا نعمل فرق اصغر من في المدرسه، ان احنا ما يبقاش بس احنا شغالين. فبدانا نعمل محاضرات جوه المدرسه وورش عمل مع الطلبه الموجودين. يمكن حاجه حسيناها ان كان في طلبه بيجوا يمكن بعد ما خلص ورشه العمل او المحاضره معايا بره يبداوا يتكلموا معايا يقولوا ان انا حاسس بنفس المشكله ديت، او ان انا بدخن، او اعرف حد بيدخن مثلا، وان احنا ازاي نقدر نساعدهم او ازاي نقدر نتكلم معاهم في حاجه زي كده. وبعد ما كملنا التدريب في المدرسه ابتدينا نطبق التدريب عملي في معسكرات في الصيف. كنا في معسكرات مع اطفال مدمنين ومدخنين، وابتدينا نتعامل معاهم ونوريهم بعد الموقف وخطوره المشكله اللي بتحيط بيهم. وكان في ميزه في العمل بينا ان احنا كشباب بنكلم شاب، ان في حاجز بين الشاب والشاب اتكسر. كان في مصداقيه في التفاعل والكلام بينا وبين، على عكس المحاضر او الدكتور اللي بيلقي محاضره او كلمه عن موضوع التدخين والادمان ان ما بيكونش ليها مردود فعل. اول ما بدانا نتكلم في الموضوع دهوت مع الطلبه ان هم ما كانوش حاسين باهميه الموضوع دهوت، او ان هم كانوا بيتكلموا يقولوا ان ده مش دوري انا، كان دور الناس الكبار او دور الحكومه او المسؤولين اللي هم عايزين مثلا يوقفوا التدخين خاص يقفلوا مصانع السجاير مثلا. فاحنا كنا لا بنرد عليهم ان حاجه زي كده، طب المخدرات مش مقفول مصانع ليها وموجوده يعني. فلا، ان المفروض ان عشان ابطل حاجه زي كده لازم يبقى جوايا نفسي نابع مني ان انا مش عايز اعمل كده، ان انا عارف ان الكلام ده غلط. انا وظفت المدمن او المدخن اني يغير اتجاهه 180 درجه، بمعنى الاصح ان هو يبقى تياره بدل ما هو تيار سلبي او صديق سوء في المدرسه بخليه يبقى تيار ايجابي عكس التيار ده بالعكس. يعني يحاول هو اللي يبدا يوحد ضد الادمان والتدخين وينشر موضوع الوقايه من مخاطر التدخين. انت في سنه كام يا كريم؟ ثالثه سنه. السنه اللي فاتت جبت كام؟ 97. جبت كام السنه اللي فاتت؟ 98.5. هؤلاء لم يمنعهم الخوف ان يقدموا شيئا واغلى شيء جهدهم لمكافحه الادمان. انا ما خدتش قرار لوحدي، هو ربنا بعت لي ناس، الناس دي بطلوا ببرنامج. البرنامج ده عبارة عن خطوات، الناس دي جولي البيت، وكان من ضمنهم واحد صاحبي. صاحبي ده جه خدني من البيت قال لي لو عايز تخش مستشفى تعالى انا هعالجك. ما رفضتش، في المستشفى كنت حاسس ان انا في امان، باكل وبنام و مش خايف النهار يطلع. وابتديت اشوف ان في ناس زيي والناس دي بطلت وانا مصدق ان هم بطلوا. شفتوا الشباب اللي اتحركوا يا جماعه وشالوا المسؤوليه؟ والله حاجه تفرح رغم صغر سنهم. كاني عايز اقول ايه؟ احنا نقدر نعمل المشروع ده. كلنا هنبلغ عن اي تاجر نشوفه، لكن الشباب في المدارس، النوادي، الكليات، الجامعات الخاصه، كل مجموعه شباب تقول احنا معاكم نشيل المشروع ده، احنا من صناع الحياة في الحتة دي، لا للمكيفات الخمسة، وهنشيل المشروع من الأول للآخر. دوركم إيه؟ التوعية. دوركم إيه؟ إن أنتوا تساعدوا أي مدمن لغاية ما توصلوا للمصحة. دوركم إيه؟ إن أنتوا تفكروا الناس وتفضلوا شايلين المشروع دون ده للمكيفات الخمسة عشان ما يتنسيش. هتلتقوا فين؟ على المنتدى. عددكم قد إيه من 4 لـ5؟ مين اللي هيدربكم؟ دكاترة. دكاترة متخصصين. ولذلك أنا بطلب من هنا من البرنامج أي دكتور مستعد متخصص مستعد ان هو يشارك معانا ويتبرع بوقته للموضوع ده يبعت لنا السي في بتاعته، ويبعت لنا اسمه، ويبعت لنا بلده عشان نبعت له طلبه في الاماكن اللي هو فيها، ويبعت لنا الوقت المتاح بالنسبه له، ونوصل نعمل ماتشنج، نوصل الدكاتره دول بالشباب دول اللي مستعدين ان هم يتدربوا. هنوفر لكم الوسائل يا شباب، ادخلوا وسجلوا بياناتكم على المنتدى بتاع عمري خالد .net ونبدا مشروع حماه المستقبل زي غيرنا ما عملوه. ده المشروع ودي الطريقة اللي لمت كل العناصر عشان يشتغل. فاضل حاجة، تشيلوا المسؤولية، تشيلوا. ربنا بيقول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا جماعة اصدقوا مع ربنا وشيلوا المسؤولية دي وخشوا. خلي بالكم، اوعى تتحمس شوية وبعد كده تقول لا انا مش شغال. ده ربنا بيقول ومنهم من عاهد الله.
لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. لو وعدت أنك داخل معانا في المشروع ده خليك راجل، علشان هيكون عهد قدام ربنا تتسئل عنه يوم القيامة. ومش هناخد من وقت مذاكرتكم، التدريب هيبتدي في الصيف إن شاء الله، لكن دلوقتي هنبدأ نقول لك الوسائل المساعدة وانت موجود في بيتكم، ونبدأ نكون مجموعات حماة المستقبل. ده المشروع، هننجح؟ مين يشيل معايا المسؤولية ويقول يلا؟ مين يطلع زي سيدنا يوسف ويقول اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ويكون بسبب سيدنا يوسف كل المنطقة الوطن العربي ياكل ويشرب بسببك انت يا سيدنا يوسف ياللي كنت لسه طالع من السجن، محدش يتخيل ان انت اللي هتصلح الدنيا. مين يشيل معايا المسؤولية زي سيدنا علي بن ابي طالب؟ نام مكاني علي واحفظ الاسلام ويشيل المسؤولية وينام ويحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. مين يشيل المسؤولية زي اسماء بنت ابي بكر؟ مين يشيل المسؤولية؟ محتاجين ناس تشيل. دي كانت حلقات المسؤولية، ودي كانت حلقات لا للمكيفات الخمس، ومش هنسيب المشروع. فاضل حاجة أخيرة، احنا عاملين مسابقة آخر معاد ليها يوم الجمعة الجاي، تبعت لنا ملصق، فكرة ملصق عن لا للتدخين، وحناخد الملصق ده ونحطه على النت ونعرضه عليكم الحلقة اللي جاية، ونعممه لكل الوطن العربي عشان يبقى حاجة واحدة كل الناس شايفاها. لا للتدخين، اللي عنده فكرة يبعتها لنا. يا رب ننجح وربنا يعينكم، واحنا عملنا كده اللي علينا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. نشوفكم الأسبوع اللي جاي، وحماة المستقبل ابتدت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.